في خبر خاص بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد أو 3D. بفضل التقدم المذهل اللي شافته تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، تمكن الباحثون من إعادة بناء الجهاز الصوتي لمومياء مصرية قديمة. ده بيسمح للعالم بسماع صوت الموميا لأول مرة من 3000 سنة. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن علماء الآثار قاموا بإحياء صوت كاهن مصري يدعى نسيامون، وغنى مدائح العبادة في معبد الكرنك، وردت كلمات للآلهة المصرية زي نوت إلهة السماء. الخبر ده ربما يكون خبر غريب شوية، أثار الفضول عند الكثيرين. بنشوف قبل كده كنا بنتابع التكنولوجيا في تعاملها مع المومياوات أو الآثار، أشعة نقدر نشوف مثلا الموميا تاريخها إيه اللي حصل فيها، لكن الموضوع يوصل إن هو يستدعي صوته ويقول ترانيم ويقول ده كان جديد جدا. خلونا نعرف تفاصيل أكثر، لأن الموضوع بالنسبة لي أنا كمان جديد، مع الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار. دكتور عبد الرحيم أهلا بيك معنا يا فندم في التاسعة. أهلا بحضرتك يا فندم. الموضوع غريب وشيق، بس عايزين نعرف تفاصيل، يعني إيه الموضوع بقى بالظبط؟ في البداية طبعا أنا بيسعدني المداخلة دايما مع حضرتك فندم، عشان بتديني فرصة أوضح رؤيتي في نقاط علمية محددة. تفضل. وكانت مداخلة دير ماري مينا فعلا أكثر من رائعة. تفضل. هناخد نقطة نقطة. أولا الخبر المنشور النهاردة نقلا عن نيويورك تايمز، منشور برضو من 4 سنين، إن علماء الآثار قاموا بإحياء صوت كاهن مصري يدعى نسيامون، وهذا الكاهن بفضل طبعا التقدم العلمي والدراسة منشورة في مجلة ساينتفيك ريبورتس بقيام فريق من الباحثين في انجلترا بإعادة بناء صوت نسيامون بعد 3000 سنة نتيجة جودة التحنيط. وادعى الفريق انهم انتجوا صورة ثلاثية الأبعاد للجزء الداخلي من حلق نسيامون مع دمجها مع الحنجرة الإلكترونية لإعادة بناء صوت المومياء، ونطق ألفاظ قالوا مثل آه وإيه، وإنه في المستقبل هيتكلم كلمات واضحة. الخبر القديم عندنا في البي بي سي العربية في يناير 2020، مصدره نفس الفريق العلمي اللي هو جامعتي لندن ويورك ومتحف ليدز في بريطانيا، إنه في المستقبل هيخلوه يتكلم. طبعا وبقالنا 4 سنين لحد دلوقتي ما تكلمش ولا هيتكلم، بسبب ان ما تم عمله لا علاقة له بالعلم، بل هي مجرد دعاية لمتحف مدينة ليدز اللي هو ده من المتاحف الشهيرة بانجلترا، انشئ سنة 1868 والمحفوظة في المومياء نفسها، واستغلوا عبارة مكتوبة على النعش اللي هي نسيامون صادق الصوت، ودي أمنية اتكتبت على اساس ان نسيامون يتمنى ذلك في العالم الاخر طبقا للمعتقد المصري، وبدأوا يلعبوا على هذا الوتر كنوع من الدعاية ليهم أكثر ما تكون دعاية للحضارة المصرية. ندي فكرة على مين نسيامون. ده كاهن مصري ارتقى منزلة كبيرة في معبد أمون، وعاش في فترة حكم رمسيس الحادي عشر ما بين 1099 و1069 قبل الميلاد، وكان بيتميز بصوت جهوري لأنه طبعا بينشد الترانيم في المعبد. طبيعي. على فكرة دي مش أول مرة تتم العمليات، قبل كده سمعنا طبعا عن الخرافات في أكتوبر 2022 اللي أثارها المتحف الوطني بالعاصمة البولندية وارسو وقلب الدنيا، إن إحنا أول مرة نكتشف مومياء حامل، وطبقا طبعا لدراسات علماء بولنديين ومنشورة في دورية علمية بمجلة العلوم الأثرية، وإنهم أجروا عمليات مسح بالأشعة السينية والمقطعية لجسد المومياء، واكتشفوا إن المومياء فارقت الحياة وفي بطنها جنين بيتراوح ما بين 26 ل 30 أسبوع. تصدى طبعا ده للعلماء المصريين زي الدكتورة ساحر سليم، وأكدت أن الحمل كاذب ودي مجرد حشوات بيحطها المصري القديم في المومياء لدواعي التحنيط نفسها. برضو فوجئنا في يونيو 2013 نشرت البي بي سي العربية أن كاميرات المراقبة بمتحف مانشستر البريطانية أظهرت تحرك تمثال مصري قديم داخل الفاترينة، وقالوا أن الكاميرات شافته وهو بيتحرك 180 درجة، وأن دي نتيجة لعنة الفراعنة. طبعا ما فيش حاجة اسمها لعنة فراعنة، وطلع كل ده كلام فنكوش. أحدث حاجة يمكن في يونيو السنة دي نفسها، نشر متحف الشرق الأدنى ومصر
والبحر الأبيض المتوسط بجامعة سابينزا في روما، مقالة في مجلة التراث الثقافي اللي هي Journal of Cultural Heritage، وقال إن عملوا استنساخ لمومياء رمسيس الثاني، طبعا منتهى الإهانة إنهم أنتجوا نسخة طبق الأصل من مومياء رمسيس الثاني بمواد عضوية ومستدامة، وسمحوا بعرضها للناس وجابوا صور حتى مهينة للحضارة المصرية، إن الناس بتمشي وتعدي وبتلمس المومياء بنفسها. عشان كده احنا بنطالب في حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، اللي احنا نتصدى بأي شيء يهين الحضارة المصرية، ان العبث بالمومياء المومياوات المصرية بالمتاحف العالمية هي ان كانت عندهم وخرجت بطريقة ما من ايام الملكية من قبل قانون حماية الاثار 83 او غيره، ولكن في النهاية مومياوات مصرية، عشان تقوم بدراسات علمية على هذه المومياوات يبقى في وجود باحثين مصريين وعلماء مصريين عشان نضمن سلامة المومياوات، التصوير والأشعة اللي تعملها لا تخترق المومياوات وتتلفها. النقطة الثانية ضمان نتائج الدراسات العلمية، ما انت ممكن تعمل دراسات وتقول المصريين أصلهم أفارقة ولا أصلهم شاميين زي ما حصل قبل كده وغيره، والأراء بتاعة الأفروسنتريك والكلام الفارغ اللي بيتقال. عشان كده لازم مشاركة علماء مصريين عشان نتأكد من سلامة هذه الإجراء. هل في إجراء ممكن يتم اتخاذه قدام خبر زي ده، زي ما حضرتك بتقول هو الاستهلاك الإعلامي فقط؟ طبعا طبعا المفروض المتاحف دي، والمتاحف دي اغلبها والبلاد دي بتتعامل معانا عن طريق بعثات علميه بتشتغل عندنا وهكذا، نطالب وزاره الثقافه والوزارات المعنيه في هذه البلاد بان ده كلام فارغ وان دي دعايه سيئه للحضاره واهانه للحضاره المصريه ويجب التوقف عن ذلك. واذا كنتوا عايزين تدرسوا دراسه علميه احنا بنشجع الدراسه العلميه، لان لما بدرس المومياوات بتديني فكره عن العلاقه ما بين البيئه والانسان المصري والامراض المنتشره، اذا كانت امراض متوطنه او امراض وبائيه او غيره، وازاي كان بيعالجها، المهم تدينا فكره عن الحضاره المصريه، احنا بنرفض ده، ولكن في وجود علماء مصريين، اذا المفروض الوزاره المعنيه لوزاره السياحه والاثار تخاطب هذه المتاحف انها تمنع مثل هذه الامور، واذا تكررت احنا ممكن نرفض التعاون الثقافي عن طريق البعثات، التعاون العلمي، احنا متعاونين عند كل بلاد العالم بتتعاون معنا في هذا الإطار. هو اللي اقدر اقوله انه المهم في مداخله حضرتك ان احنا كنا داخلين على الخبر زينا زي اي مشاهد، لكن وده دور الاعلام، احنا لا نخجل ان احنا نقول خبر ونجيب نسال اهل الذكر في الصحيح منه، ويمكن البعض يقول التلفزيون المصري بيجيب اخبار غير صحيحه، لكن احنا بنجيب بنفنط الاخبار دي ونجيب الصح منها. دكتور عبد الرحيم ريحان، وجودك كان مهم معانا لتسليط الضوء على صحه هذا الخبر من عدمه. انا بشكرك جدا الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنه التاريخ والاثار بالمجلس الاعلى للثقافه.